مش سوا. انا حاطه المضاعف ايه بعد انصب انا في السياره انقر في السياره. وش سووا لنا الشباب؟ يعني كنت واقفه عند راعي العصير اشتري له جهه العصير، فجاه ما كان في يعني في الديره شيء ولا شيء، ما شفت الا طلق بالضبط على السياره. اول طلقه صارت على زجاج مال السياره اللي قدام، بسرعه حاولت اني بنزل عشان بنزل جوالي. من اول طلقه صار بعدين طلقه ورا بعض، صارت الدخنه في كل مكان. السياره صارت نفسها اللي للحين ما شفتها، بس احس انه يعني ما اشوف السياره، كلها صار لونها اصفر، الجو كله صار لونه اصفر. صرت اصرخ بس ابغي جهالي، واني اصرخ اقول اني ابغي جهالي، جهالي صغار ابغي جهالي. لا هم جو كلش صاروا قريبين مني، يعني مسافه كلش بسيطه بيني وبينه. صاروا يقول لي اسكتي اسكتي انت مجنونه ما في جهال. قلت لي جهالي داخل السياره، طلعوا جهالي. واحد من الشباب صار يبغى يطلع الجاهله من السياره، راحوا بيركضون وراه. صرت اجولهم اقول لهم خلوا يطلع جهالي. قال انت مجنونه اسكتي اسكتي. قلت لهم ما بسكت، اول شيء اشوف جهالي. بعدين جاء واحد قال لي طلعنا جهالش، خلاص تقدرين تكون تجيني هنا. قلت له اسكتي انت مجنونه اسكتي، لا تصرخين وما في جهال. انت تقولين في جهال، ما في جهال. وبعدين صار واحد منهم فكانوا ما كان واحد منهم يتكلم بحريني، يتكلمون باكستاني. واحد منهم صار يقول لي اصبري اصبري اصبري، وقام يتكلم في التليفون. بس بعدين واحد من الشباب قال لي خليهم بس، خلاص امشي عنهم، طلعنا الجهال امشي عنهم. صورها من داخل. واو